السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من ملف تظاهرات الفئة المطالبة بالتعيينات على الملاك الدائم أو بصفة عقود، حيث تظاهر عدد من الخريجين التربويين والإداريين في محافظة ميسان أمام مكتب مجلس النواب للمطالبة باستثنائهم من شروط التقديم على الدرجات الوظيفية وإنصافهم أسوة ببقية المحافظات من أجل الحصول على فرصة للعقد أو للتعيين. تعرفون حضراتكم طبعا مشاهدينا الكرام بأن هذه التظاهرات مستمرة من سنوات، يطالب فيها الخريج العراقي بالحصول على حقه بوظيفة في هذا البلد، لكن بسبب سوء الإدارة وسوء التخطيط والتنفيذ كذلك من حكومات ما بعد الاحتلال، أدى هذا الموضوع إلى تكديس جيوش من الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى ترهل الوظائف أو ترهل الدولة في دوائرها الحكومية، ووجود جيوش من العاطلين عن العمل بسبب قلة الأماكن المخصصة للوظائف الآن وغياب الفرص في القطاع الخاص. خلونا نشوف. نستمر ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع ثاني انطلقت فيه احتجاجات لشريحة من خريجي وزارة التربية أمام أو كليات التربية والمعاهد أمام مبنى محافظة بابل ومديرية التربية بالمحافظة للمطالبة بحقوقهم بالتعيين، وأكد المحتجون استمرار تظاهراتهم أمام مبنى محافظة بابل لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة، وبيّنوا أيضا أن احتجاجاتهم تأتي بعد إهمال الحكومة لمطالبهم بتوفير درجات وظيفية على ملاك وزارة التربية. خلونا نشوف. مشاهدينا طبعا الموضوع مستمر وهذه المقاطع تتوالى من المحافظات العراقية بشكل دائم. ننتقل بكم من بابل إلى محافظة ذي قار اللي نظم بها عدد من خريجي الكليات والمعاهد وقفة في قضاء الشطرة للمطالبة بشمولهم بالاستثناءات كملحق والحصول على التعيين بالتزامن مع بعض الاستثناءات اللي تطلقها الحكومة هنا وهناك طبعا بعدد من المدن والمحافظات العراقية، يريدون بصفتهم خريجين يطالبون أيضا بإنصافهم للحصول على التعيينات بنفس الطريقة في ظل ارتفاع معدلات البطالة ولجوء الخريجين إلى أعمال لا تتناسب مع خبراتهم العلمية ومهاراتهم كذلك. خلونا نشوف. رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، هاي رسالة من أبنائك، من نخوتك، من شبابك اللي درسوا وتعبوا وجاهدوا، خريجي الكلية والمعاهد،
ما عندهم اي مطلب غير يتعينون مثل ما اجيت الناصريه مستثنيات 4000 يردون الملحق مال 4000. هسه قام يقولون عندهم احتمال على 4000. لا عمي الله يرزقهم الشباب ويتعينون وطموحه سد عيشه، بس هاي الشباب تريد ملحق. هاي رساله رئيس الوزراء، هاي رساله للنواب، هاي رساله للمحافظ. احنا اليوم بالشطر اللي خلفنا القامه قوميه، يوم الاحد راح يتوجهون ديوان المحافظه وراح يظهرون هناك. احنا ما نريد نصير تصادم وتظاهر وحرق، نريدها بسلميه وان شاء الله الرساله تواصل اليك حال وحال شباب النجم. نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام على هاي المقاطع. عندنا تعليق من عدي العبادي يقول: تعيين الخريجين حق مشروع، كفى تمييز، يتعين ابن المسؤول، يتعين عنده واسطة، أو يتعين اللي عنده واسطة، والما عنده عرف يظل قائم مقام الشطرة المسؤول الأول والأخير، لا تعيينات لا خدمات، على شنو قاعد بالمنصب؟ عندنا تعليق من نور تقول: محمد الشاع السوداني، الاستثناء مطلب الخريجين التربويين والإداريين المتظاهرين. عندنا تعليق من أحمد يقول: نعم لإنصاف المظلومين أبناءنا الخريجين. وعندنا تعليق من علي يقول: الدولة ملتهين بالبوق مو مال تعيينات. هكذا يرى علي. خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام، يتعلق بالفلاح العراقي ومعاناته. طبعا اشتكى أحد الفلاحين في محافظة ديالى من انعدام الدعم الحكومي وعدم وضع خطط جادة لدعم الفلاحين وتحملهم تكاليف الزراعة لوحدهم، إلى جانب تفاقم معاناتهم في تسويق المنتجات بسبب البضائع المستوردة اللي غزت السوق العراقية. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. متحدث حسين عاشور جواد. يعني يا محمد الشاع السوداني، يا أسخام وعزة، وين واللي وين نطجوهنا برتقالة؟ برتقالة نتعب عليها ونروح ونجي هاك، وهذا التعب كله وتطلع بالأخير هاي ب500 دينار، ب600 دينار، والمستورد عندنا ب2000 ب3000 وصال السعر ماله. يعني هاك، يعني ليش ما تدعمون الفلاح حتى الله ما يقبل بيها؟ لاك وزير الناجدة، لاك سخام وعزة، دمي المشترى، كيمياء المشترى، وين نطجونا؟ وين نولي؟ وزير الزراعة. يعني يا وزير الزراعة تعال شوف ليش محتاجين ما محتاجين. والله طقت ارواحنا مشترى، يعني هذا التشريك مو قاسم 10000، هو الشعب كله تميزم 10000 دينار. يعني شلون تولي؟ لاكو مي براس خير، لا من وزاره براس خير، يعني وين تولي؟ وين نطوجونا؟ يجونا بس بوقت الانتخابات، كله صيح انا واني، وبالاخر كله تطلع كذابه. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، واريد مشاركات حضراتكم على هاي المقاطع لانه الموضوع في غايه الخطوره والاهميه، يهدد الثروة الزراعية الموجودة في العراق، يهدد هذه الأراضي الزراعية. وطبعا هروح نوصلكم إلى نقطة مهمة أيضا بعد لحظات. طبعا نستمر ويا هذا الموضوع وننتقل إلى بساتين العراق، تحديدا مناطق الشريط الحدودي الشرقي، وتحديدا ناحية مندلي في محافظة ديالى، اللي تحولت تمور بساتينها إلى سلعة بالية تداس بالأقدام بسبب ضعف تشريعات الزراعة في العراق وقدمها وشروطها التعجيزية على الفلاح العراقي، وعدم شراء الحكومة من قبل الدولة، أو عدم شراء الدولة لهذه البضائع أو تصديرها، حتى أصبحت تكاليف جنيها أكثر من سعر التمر نفسه، حتى تبقى على هذا الحال معلقة بالنخيل كالتمثال المخيف، واللي ينذر بعناق الصحراء شيئا فشيئا، وتحول هاي الأرض اللي كانت تسمى أرض السواد إلى أرض قاحلة. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام من ديالى أيضا. قضاء مندلي، قضاء بدرة، قضاء خانفين يتمتعون ببساتين خلابة وذات نوعيات وجودة عالية جدا. حقيقة احنا اذا نجي نحشي على المصاريف والتكاليف اللي تكلف صاحب اللسان، يعني قد رقم عالي بالنسبة لمردود الاقتصادي بالنسبة لصاحب اللسان. يعني يفترض انه هناك توجه قوي بالنسبة
تصدير هذه التمور الموجودة، وكما أسلفت سابقا أنت بحضرتك أنه هناك كثير من البساتين لا تزال التمور فيها موجودة. نعم. لأنه ما بيفد مردود اقتصادي. صح. يعني يتمكن الفلاح أنه يأجر عمال وماكو تصدير للتمور اللي إحنا عندنا إنتاج. نعم. إنتاج للتمور اللي عندنا ماكو تصدير له. صحيح. أيضا نرجع إلى موضوع الورثة في البساتين. نعم. يعني معظم البساتين الموجودة في شريط الحدود وخاصة في قضاء من اللي نعاني من الورثة اللي موجودة داخل البساتين. صح. اللي ما يستطيع صاحب البستان اللي يدير البستان أن يصرف تصرف كامل بمحتويات البستان. صح. هذا أيضا سبب رئيسي. صح. في موضوع بقاء التمور ومشكلة تصفية البستان أنه يكلف سعر أكثر من البستان نفس المعاملة مالته. موضوع الورثة وبساتين وتوزيعها وحصصها هذا يحتاج إلى تشريع. صح. يحتاج إلى وضع لمسات أو تشكيل لجان على مستويات عليا. نعم. للنظر في هذه المواضيع. صح. وضرورة تصفية هذه البساتين اللي الشاغليها واللي يتعب عليها واللي دا يزرع بيه. يعني يفترض انه يصير فد تشريع او فد توجهات خاصة من قبل الوزارات المعنية اللي هي وزارة الزراعة، وزارة المالية. صح. وزارة البلديات. يعني يفترض انه اكو لجان. صح. في هذا الموضوع تخفف من عار يعني من مشاكل اللي يعاني من عند الفلاح في هذه المناطق. خلونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام على هذه المقاطع. عندنا تعليق من حمودي الكردي يقول هالسنة سعر التمر درجة أولى خستاوي سعر الطن 300 ألف دينار، يعني المبلغ كلش قليل ما يسوى التعب، تعب الشغل وخسارة للفلاح. كامل يقول أنا كلها بعتها بسعر علف الحيواني، يعني ما يسد تكاليف الشغل بالنخلة، ما بيفايدة العمل بالنخيل. عندنا ذياب يقول والله ماكو أحسن من المنتج العراقي لأنه ذات طعم ومذاق، ذات طعم ومذاق، المشتكى لله على المستوردين لأنه لا يهمهم غير ملي الجيوب بالمال. وعندنا تعليق من حسينيا يقول والله قهر، يعني لو أكو دولة ممكن صدرتها لدول الجوار. نسمع رأي السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب حياك الله. ابو زينب بالنسبه اقول لك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله عز وجل يقول في القران بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به. هذول ايران وتركيا وغيرهم سادين علينا المي، والحكومه والاحزاب اللي هي جابت هاي الحكومات المتعاقبه من 2003 الى الان هم ذيول وعملاء إلى هؤلاء، وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل ودول الخليج الصهيوني إلى آخره. يعني إحنا مثل ما تفضل جنابك أرض. نعم. السواد، وكان العرب قديما يسمون الخضار سواد لشدة. صحيح. الزراعة في العراق كانت. نعم. تسمى بأرض السواد، الآن أجدبوها جعلوها صحارى. نعم. ثانيا سبحان الله بالعراق كل أنواع التمور مال الكرة الأرضية موجودة اللي هي 666 نوع، البلد الوحيد اللي يمتلك كل هاي الكمية. نعم. البرتقال هذا طلع والله عصر قلبي، يعني من عصر البرتقال، البرتقال ديالنا مشهور. صحيح. قشرة خفيف، مية كثيف، كذا. يعني على كل احنا نجي بالله عليك يعني البرتقال العراقي ب 600 دينار مو؟ نعم. بينما اقل برتقال 1500 و2000، ليش؟ امنع الاستيراد، اسد الحدود، اشجع المنتوج الوطني، وهسه ما شاء الله بهاي المطرات جاي يصير وفره بالمياه. صحيح. هاي كلها رحمه من الله. حتى يقول لك انه دجله وخصوصا بدياله ارتفع منسوبه بشكل كلش ممتاز. استغل يا اخي هاي الفتره وغطي مجال زين، دول مو ابناء بلدكم. باكر عقبه شو تقول له الله؟ انتم يا مسؤولين يا اصحاب الله تقول له احنا عملاء كنا، والله شو يسوي بكم هناك؟ بقعر جهنم يذبكم. مو؟ والله شو يقول لك ابو زينب معروف. نعم ابو زينب، قبل شويه قرات تعليق لاحد الاخوه يقول له اكو دوله المفروض هذا تهتم به، هذا التمر اللي يهمل في دياله تصدره
تعيد تسويقه، ليش احنا هذا الشغل كله اللي دا نشتغله ما دا يوفي حق الثمن بالنهايه اللي دا ناخذه، ما دا يوفي حق الشغل اللي اشتغلناه. يعني لو اكو دوله، لو اكو حكومه، احنا المفروض كان عندنا قبل 2003 30 مليون نخله او اكثر، اليوم عندنا اقل من 5 مليون نخله في عموم العراق. شو يريدون يوصلون بالزراعه العراقيه، وشو يريدون يوصلون بالارض العراقيه اللي بدات تتصحر شيئا فشيئا؟ هو هذا اللي يردون يوصلوه، انه مو فقط تستورد انما تجدد. وباكر عقبه وانا قايلها سابقا، انه حتى مي مال شرب انك بشر ماكو، يعني بالاستنتاج وبالنتيجه يريدون يقبون على الشعب العراقي يقتلوه. زين وين راحت مكابس التمور هاي العظيمه الموجوده العملاقه بالعراق؟ زين ليش ما استغلها؟ وين الصناعات؟ وين هاي معامل الدبس اللي كانت نتذكرها، دبس اي وغيرها؟ زين مصانع تعليب كربلاء اللي حولوها الى مصنع كالا الايراني، يعني خزونه، والله العلي العظيم خزونه. عيب عم ومن تجي تقول عملاء وخونه ومتآمرين على هذا البلد يزعلون، يقول لك انت داعشي صدامي بعثي، هدفك تسقيط هذا النظام، نظام الحاكم الجعفري. قدموا شيء لهذا البلد يستحقون عليه الثناء؟ قدموا شيء لهذا البلد طيلة 20 سنة يستحقون عليه المديح؟ أقسم بذات الله أنا أحكي لك، أنا مسلم شيعي نجفي، والنعم. لا بعثي لا شيوعي ولا إلي علاقة بكل حزب، نعم. رجل مستقل أنا وأهلي وهاي، بس أحكي لك ضميري أمام الله، يعني أنا مثل من تتأذى ديالة أنا تأذى، لأن أنا صحيح. ضمن بلد يعني هاي مو أرض أهاليها بس، هاي أرضك أنت وأرض أبو البصرة وأرض أبو الأنبار. يعني إحنا قد نشوف نختلف، نعم. نختلف داخل بلدنا حتى لو كان حاكمنا ظالم، إحنا ببلدنا، لكن من يدخل أجنبي ويسحقنا ويسحق الحاكم سوى، هذا الحاكم المفروض يعني يستحي على نفسه، يعني هذا اللي يبيع عرضه. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا أبو زينب، أعتذر منك طبعا لأن الوقت يداهمنا. خلونا نسمع رأي السيد أبو كرار من بغداد، تفضل يا أبو كرار، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا أصلك أستاذ. أنا طبعا أنا أشجع الصناعة الوطنية والدمور، وأقول أشد بيقار ما يبرع، أشدهم من الرصاص أخبار واحدهم لا طارت رصاصة غير دلاها على صدره. أنا من المدينة، من مدينة الصدر. نعم. أنا مصاب بالمرض والفيروس الـ HIV، والدواء هنا غالي. أستاذ محمد، وأنا اتصلتك واتصل بي الأخ حسين، قال هسه راح أحولك على أستاذ محمد. نعم. وأنا أريد هذا الدواء أستاذ محمد. يعني HIV يعني شوية غالي. وتعرف مثلا إمكانيتي مو هالقد. زين. طيب. ومصاب مو بس انا، انا مزوجتي يعني. نعم. مصابين ببعض المرض. والله يكفي الشر مرض الأمة الإسلامية كلها. ومن ناحية ال طيب أنا بس أريد أسألك، أبو كرار، أنت توجهت إلى الدولة، ناشدت طالبت. إيش جاوبوك؟ إيش قالوا لك؟ اعطوني الدواء بس ما يكفي استاذ محمد، مو هذا الدواء اللي اريده. طيب لما 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 اكيد اكيد انت تريد دواء معين، لما لما حاولت توصل الى الدواء مالتك، الدوله ساعدتك، وفرت لك المساعدات؟ بالدوله اكو بس نوعيا مو زينه استاذ محمد، كل شيء ما يسوي، يعني ما يساعدني على نقضي بالفيروس هذا. نعم. وأنا مصاب هذا المرض أستاذ محمد. نعم. وأنا أقدر أدز لك صورة مالت الدواء، وهو موجود، هو الدواء مو موجود. موجود حتى مرات التجاري بالعراق حوالي بال 400 و 500 ألف. زين أنا يعني مثلا يعني عاطل عن العمل، لأن أنا عندي مناعة ما أقدر أشتغل. وعندي النظر يهم، لأن بسبب هذا المرض صار عندي حساسية ضوئية. الله يشافيك ويعافيك يا أبو كرار. أنا إن شاء الله يوصل صوتك إلى من يسمع، إلى من يستطيع المساعدة.
أنا أشكرك أبو كرار شكرا جزيلا، ويعني إن شاء الله إن شاء الله هذه المناشدة تصل إلى من يستطيع مساعدة الأخ أبو كرار. مرض مزمن خطير، يعني سمعته الحكومة ما توفر علاج مناسب إلى من يريد إلى من يحتاج. العلاج اللي موجود علاج رديء نوعيته بحسب السيد أبو كرار، لا يرتقي إلى مستوى المرض، يحتاج إلى دواء أقوى. دولة غنية لكن شعبها مريض فقير محتاج، مدى تتوفر له وسائل الراحة ووسائل العلاج الصحيحة؟ الرجل بعد أن يأس أنه الحكومة مدى توفر له هاي اللي يحتاجه، الآن بدأ يناشد أهل الخير أنه إذا يقدرون يساعدون أبو كرار بتوفير العلاج، بمساعدته بإيصال أموال إلى أبو كرار حتى يشتري، يعني ممكن تكون أكو أكثر من وسيلة. عموما إن شاء الله اللي يسمع يقدر يساعد. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع ثاني في هذه الحلقة. نذهب إلى موضوع المدارس والأبنية المدرسية وتهالكها والمشاريع المتلكئة. طبعا أهالي طلبة مدرسة النخيل الابتدائية في منطقة العويديين بناحية الشوملي في محافظة بابل ناشدوا الجهات المعنية لإيجاد الحلول العاجلة لتأهيل المدرسة، بسبب أن المدرسة مهددة بالسقوط على التلاميذ نتيجة تقادم عمر البناء وعدم امتلاك الأهالي الأموال الكافية واللازمة لإعادة بنائها وتأهيلها، وما يقدرون ينقلون الطلبة البالغ عددهم تقريبا 800 طالب إلى مدارس أخرى بسبب بعد المسافة عن منطقتهم بحوالي أكثر من 18 كيلومتر. يعني هذا الموضوع أيضا يسبب لهم مشكلة، يسبب لهم أزمة إفاقا من معاناتهم، ويؤكد أن الحكومة مشغولة بأشياء أخرى بخلاف صحة الناس، تعليم الناس، الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات. مشغولين حكومة الخدمات بأشياء أخرى غير الخدمات. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام، وبعدين نرجع نكمل ويا حضراتكم. أخواني أعزائي أولياء أمور التلاميذ مدرسة النخيل، اليوم مستجمعين على مود قضية مدرسة النخيل الابتدائية، مناشدة إلى الأستاذ مدير التربية وإلى محافظ بابل المحترم الأستاذ مسام أصلان. أخونا إحنا ناخين الله وناخينك على أنه تخلصنا من هاي القضية. اليوم عندنا 800 طالب، وذول 800 طالب هم كلهم أطفال من أول ابتدائي إلى سادس ابتدائي، والمدرسة اللي هم بيها يداومون بيها معرضة للسقوط. إحنا ما نقدر ندفع ثمن هذا الشيء، ولا أولياء الأمور يقدرون يتحملون هذا الشيء. اليوم 800 طالب يريد لهم مدارس، وهاي المدارس بعيدة عنهم، أقل مدرسة 18 كيلو، مما يعزل أنه لازم يجيبون تقريبا 100 سيارة تنقل أولادهم. زين ذولا أطفال بعدهم وأعمارهم ما تجاوز 7 سنوات 8 سنوات. إحنا ما عندنا غير الله وإنتم أن توفرونا كرفانات أو أي شيء على مود معالجة وقتية، على مود نكمل العام الدراسي هذا ونقدر نطلع بنتيجة، سواء كان هدم المدرسة او اعاده ترميمها. فاما قضيه انه يحولونهم على غير مدرسه مسافات بعيده، ما اعتقد اولياء الامور يقبلون بهذا الشيء. وهاي اولياء الامور القسم من عندهم اللي متجمع هنا يقول احنا اولادنا ما راح نوديهم للمدارس، لانهم ما يقدرون يمشون هيك مسافات 17 و18 كيلو. طالب عمره 6 سنوات او 7 سنوات يمشي 18 كيلو او 19 كيلو على مود ايش بين ساعه يروح بين ساعه يرجع. المهم مناشدتنا الى مدير التربيه والى معاون طابل انه يركز لنا على هذا الامر، يجيب كرفانات مؤقته يكملون دراستهم بها او اي وسيله ثانيه. وغير هذا الحكي احنا يقولون اولياء الامور الطلاب يقول ما عندنا غير هذا الحكي. هاي الاطفال تمشي 18 كيلو، هاي الاطفال. كمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع ثاني. رصد أحد الناشطين في محافظة النجف التلكؤ في إكمال إحدى مدارس المحافظة، حيث قال الناشط أن هذه المدرسة تم سداد كامل مستحقاتها للمقاول المسؤول على المشروع، لكن بقي هذا المشروع متعثرا من 10 سنوات. وأشار الناشط إلى أنه أوجه الفساد في هذا المشروع تتمثل في عدم محاسبة المقاول من قبل هيئة النزاهة أو مديرية التربية أو وزارة التعليم، ليجري بعد ذلك
صرف الأموال لشركة أخرى لبناء مدرسة جديدة بجانب المدرسة المتلكئة. خلونا نشوف. هاي نموذج من مدرسة، عندنا آلاف من المدارس مثل هاي في كل العراق، لأن حالا إلى شركات استثمارية واشتغلوا بيهن ووصلن هيك حالة. كل المدارس مو بس بالنجف، كل المدارس وصلن هيك حالة، صارن بالعشر سنوات مهملات والله هاي وضعيتها. أنا باقي بيهن بس فقرات أخيرة وتكمل المدارس 100%. عافوها هاي المدارس، مع العلم جميع أموال هاي المدارس مصروفة، كل الأموال مصروفة ومطيها للمستثمر أو الشركة المنفذة للمدرسة، كل الأموال صار في الهبية. عاف المشروع مثل ما هذا هسه قدامكم، قلت لكم كل العراق موجودة على المدارس، عافوها اجا وطة وبعد استثمار جديد شركات جديدة تنفذ لهم مدارس. هاي المدرسة كانت صفر تراوة، بلشوا بيها من التراب وصعدوا وصلوا لهنا، وعن قريب يعني تكمل المدرسة هاي 3 أشهر بعد 4 تكمل المدرسة. هاي المدرسة اللي صرفتوا عليها أموال ليش ما حاسبتوا الشركة المستثمر؟ ليش ما حاسبت المقاول اللي نفذ هاي المدرسة وعافها هيك حالتها وراح؟ الأموال اللي انصرفت على هاي المدرسة وعلى كل المدارس مثل هاي ليش ما تحاسبت؟ ليش ما حاسبتوا؟ ليش ما رجعت الأموال؟ لا هيئة النزاهة تتحرك، لا وزارة التربية تتحرك، ولا أكو متابعة من قبل النواب السابقين، ما نحكي عن الجدد لأن بعدهم، ولا المحافظين مرة، وعندنا 3 محافظين مرة، وبالنجف من عدنان الزرفي، اللؤي الياسري، الماجد الوائلي، وراح يجي هسه محافظ جديد رابع. حاسب هاي الشركات؟ حاسب المقاولين المستثمرين اللي باقوا أموال طلابنا؟ طلابنا وين تقعد؟ قاعدها بالشوارع؟ مو هاي الأموال انصرفت عليها. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ننتقل من النجف إلى كربلاء اللي اشتكى أهالي منطقة الجمالية من تلكؤ إنجاز إحدى المدارس من عام 2013، بعد أن تم وضع حجر الأساس، وكل مرة يتم الشروع بالأعمال وتتوقف الأعمال لأسباب مجهولة، وإلى الآن لم يكتمل المشروع بسبب الإهمال الحكومي وغياب الدور الرقابي على مثل هكذا مشاريع، بالرغم من حاجة الناس وحاجة الطلبة إلى هذه المدارس بسبب قلتها في عموم العراق. خلونا نشوف. بالنسبة لهذه المدرسة باشروا بيها من سنة 2013، وبعد يعني توقف العمل وما نعرف شنو الأسباب. فبعدين يعني بعد معركة داعش اجوا فد شهر أو أقل الشهر بدأوا بالعمل وتوقفوا، وبعد كورونا توقفوا، وتوقفات صارت أكثر من مرة، وبعدها توقفوا ما أي مرة لهنا ما حد مر. نشكر استاذ جاسم الفتلاوي مرة لهنا وناشدنا بخصوص المدرسة وتواجد ويانا هنا، بس بالنسبة للسيد المحافظ والسيد قام مقام ما رأينا منهم أي مرور بهاي المدرسة، ما جاء نعرف شنو الحلول، يعني الطلاب ما جاي يفتهمون. إضافة إلى هي منطقة المدرسة حتى أي عمار ما بيها غير آهلة لاستيعاب الطلاب ولا أن تكون تصلح أن تكون مدرسة. السبب شنو بيها؟ إهمال متروكة من بناها لحد اليوم ما شفنا أي ترميم بيها. مثل ما ذكر أخوي أتمنى أستاذ عباس الله يبارك بيك مدير عام تربية كربلاء المقدسة، فت زيارة لهاي المدرسة، زيارة للمنطقة، منطقة الشمالية، خصوصاً بالنظر إلى هاي المدرسة المهمة بحاجة إلى تخدم منطقتكم وأهاليكم. تخدم منطقة، يعني هسه هاي المدرسة راح تستقطب نص الطلاب، نص العدد خفيف. يعني عندك منطقة البزل اللي ما يقارب يعني أعداد طلاب فيها يجوز ربع المدرسة، عندك منطقة الشاير، منطقة قوم مطلق اللي هي المدرسة اللي هم أصلاً متبرعين بالأرض لها، وما يعني هاي الأرض تم التبرع لها، يعني تم التبرع من أهالي قوم مطلق، يعني هم الأهالي تبرعوا وبدأ هذا الأعمار ولم تكمل لحد الآن. للأسف طبعاً هننقل هاي المناشدة لكل من يهمه الأمر، وعلى رأسهم سيد محافظ كربلاء ومدير عام تربية كربلاء أستاذ عباس الله يبارك فيكم. هاي المناشدة من مكان اللي هو شارع الشمالية. نلاحظ عمل السيد المحافظ واضح، لكن مطالبة بالتواجد إلى هالمدرسة والالتفات إلها وإكمال المشروع
لإنقاذ أبنائنا من عندك علم يعني التشارع العام خطر كلش يعني مثل ما جينا وشفت سيارات الأرتال وكل سنة يعني أقل من طالب طالبين يروحون ضحية. خلونا نأخذ التعليقات سريعا ونبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مرة ثانية. عندنا تعليق من أبو هاشم شيحان يقول توجد مدرسة في قرية المطلق فقط الأساس من سنة 2008 وإلى حد الآن لم يحرك ساكن في بنائها والأساس لهذه المدرسة ممكن أن يتهدم، لماذا هكذا؟ أين الحكومات المتتابعة؟ ياسر يقول هناك زخم في أعداد الطلبة مو طبيعي، أعداد هائلة في الصف وهذه المدرسة غير مكتملة منذ سنين عديدة. عمر يقول مصالحهم فوق كل اعتبار. وعدنا سامي الخزعلي يقول يعني الشمالية بها 2 نواب وبها 2 بالمحافظة، وين كانوا من هذاك اليوم لهذا اليوم؟ خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام. وعليكم السلام. حياك الله أبو علي، كل الهلا. تحية لك، تحية لك المخرج والكادر. حياك أستاذ محمد. هي هاي المدارس صارت أصلا عارفة على قولتك بالمثل، هاي مصيبة مصيبتها يعني. هسه هي ما هي قادرة في المشكلة يعني، يعني أعطيها الشركة، شركات أصلية يعني، شركات رزينة وأكملها يعني. صار قصة هاي المدارس على وين وصلت. طيب ليه؟ تمام. ليش ما احالوها الى شركات رصينه؟ طيب وين المشروع مال المدارس الصينيه اللي ابرم المالكي والى الان لم ينفذ؟ ما قلت ساعدنا بغداد صار محمد يشتغلون يعني، يرممون ترميم، مو يعني ترميم اللي يرممون المدارس يطلعونهم يجمعونهم بقارات يعني محدده وبعدين هذا يخلونهم مدرسة يعني كل كم مدرسة في سبيل يكملونها وفينه وقت الدوام ما يجوز يعني هاي يصير يعني بالدوام الطلاب يشوف أكو مكانات يعني صار حاليا لود كل شوية يعني صحيح حقيقة صحيح يعني هذا الترميم يعني هذا الترميم هذا الترميم, هذا الترميم لا يرتقي إلى حجم الطلب أو حجم الحاجة على المدارس، لأنه إحنا عندنا اليوم تكدس بأعداد الصفوف أو تكدس بأعداد الطلبة داخل الصفوف، عندنا مدارس قليلة وطلبة هواية وهي مشكلة كبيرة صار لها 20 سنة. وزارة التربية تقول احنا بحاجة اقل شيء 9000 مدرسة. الحكومة، حكومة محمد الشيع السوداني، حكومة الخدمات صار لها اكثر من سنة يا ابو علي والى الان لم تبني مدارس جديدة، ما بنت مستشفيات جديدة، ماكو اي خدمات بالموضوع، ايش دي يسوون لعد؟ نفق الانفق اللي يسوون هسه بغداد بسور نفقات هاي شويه المداخل مال حاسم هاي مسكين هاي اكو شغلات يعني هاي المدارس افضل من هاي يعني صح زخم الزحام بس اكو شغلات يعني افرض مثل المدارس المستشفيات مثل ما تفضلت يعني هاي افرض صح واكو عمل هسه مو ماكو بس شنو مو المدارس والمستشفيات افرض هاي طيب ما دام افرض وما دام افرض وما دام محمد الشيع السوداني راح الى مستشفى الكاظمية وقال الله لا يوفقني على هاي الخدمة، وما دام انه المدارس وضعها مأساوي مثل ما حضرتك تفضلت، طيب ليش ما اولوا اهمية واولوية الى انشاء مدارس جديدة الى بناء مستشفيات ومراكز صحية؟ ياهو الاهم اقعد افلش بغداد شوارعها اللي هي اصلا صايرة شبكة عنكبوتية ما حد يفتهم وين المخرج وين المدخل، لو أقعد أرتب الأمور شوية شوية وأخلص العراق من الفاسدين اللي صار لهم 20 سنة يحكمون ومشاريعهم الفاشلة. أستاذ محمد هي شوية مثل ما تقول الحبيب تداري والله كريم والله رحم الراحمين أستاذ حلوان. أشكرك أستاذ محمد. شكرا سيد أبو علي ونعم بالله الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، بس إلى متى رح يستمر السكوت على هذه الطبقة السياسية اللي تحكم العراق وتقوده نحو المزيد من الفشل، المزيد من الإخفاقات، المزيد من الدمار، المزيد من الضياع لهذا البلد؟ صرنا ملطشة للعالم، اللي رايح واللي جاي يضرب بالعراقيين وذولا يبررون فشلهم وعمالتهم وخيانتهم للبلد بتبريرات سخيفة. إيران تقصف منا يطلعون يقولون إيه احنا جيران احنا أصدقاء، وإذا نحلها بيناتنا قمة بالعمالة وقمة بالخيانة للبلد انه يتهاونون بالتعديات اللي تصير على العراق من كل الدول، وتدميرهم لهذا البلد هو عمالة وخيانة اكثر واكبر. الى متى هذا السكوت؟ والله
أبو علي من الديوانية تفضل. تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي أنتم الناس تحكون الحقيقة. أنا متبهلكم تحكون الحقيقة وتنقلون معاناة الشعب بصورة حقيقية الله شاهد. الحمد لله الحمد لله. إيش كثر ما تتلمكم عرفتكم لأنكم أنتم عراقيين وتعانون ما يعاني الشعب العراقي. بس أبدأ أقول للحكومة هاي الشطوط البيع ما يشربون من عدا التوم. هاي اللي الشطوط اللي فجت بينا بالفشل الكلوي والأمراض السرطانية يشربون من ماي هذا الماي اللي عندنا بالديوانية يشربون من عنده الأحزاب يشربون من عنده لا يشربون من عندهم صار بيك الفشل الكلوي ولا سرطان يعني ما يشربون من ماي له هاي بس لأولاد الخائبة لا أكثر ولا أقل نهت السبعينيات كانوا عندنا هنود دكاترة مستشفى مغمض كان فيها هنود خفض ليل مع نهار كان تعدادنا 10,000 هسه تعدادنا 150 دكتور ما شوف لنا حبات وجع راس ماكو بالمستشفى من هون مستوصف لنا مستشفى الدخول ب 40 مليار الاخوه باقوها الحكومه والحشاير كل من ياخذ له حصه لوحده اخر شيء بناء المقاول السته لكن يوم يفتحون لنا ما تمسك التريتوكا بل ابو حبيك هاي الحكومه تراقب اللي يقول لا رضوان الله عليه محمد السوداني يراقب هاي النواحي يراقب الاقضيه يراقبها لو بس حاطين ببغداد ياك تتعشوا بالحكومات بالمحافظات تسوت ولا عندنا واحد ولا قضيه عندنا مدير ناحية صار له 20 سنه ياك وبعد كل اللي تفضلت به بعد كل اللي تفضلت به واسوأ اكو مشاهد اسوأ يطلع لك واحد يطلع لك واحد بعد كل اللي تفضلت به لازم القرآن كتاب الله بإيده اليمنى ولازم أحاديث الصحابة ورسول الله عليه الصلاة والسلام بإيده اليسرى ويقول لك حتى لو فاسدين خليهم أحسن من غيرهم حتى لو فاسدين خليه يكملون بالحكم ذولا اللي يأمون بالعالم ويطلعون على المنابر يقودون عالم ويقودون ملايين يغسلون الأدمغة بهذه الخرافات يقول لك يلا حتى لو فاسد هو المفروض يطبق شريعة الله وشريعة الأنبياء والصحابة في الأرض يقول لك خلي الفاسد يكمل بالحكم أحسن من غيره أكو هيك شيء بالدنيا والله يا حبيبي الله ياخذ أعمالنا نرتاح الله شاهد علي الله شاهد علي الله يجملنا من ياخذ أرواحنا بسرعة ولا يخلينا بهالذلة الذلة تاع هؤلاء اللي لا لهم أصل ولا فصل نعم شكرا جزيلا أبو علي من الديوانية أشكرك للمشاركة خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام ومثل ما قال السيد أبو علي من الديوانية إن شاء الله راح نظل نستمر دائما بطرح الحقيقة وبفضح هذه الأحزاب وهاي الميليشيات وذول الفاسدين اللي دي يحكمون العراق شي خلي شي يقولون يقولون وشي يتهمونه خلي يتهمونه هم دي يتهمون أبناء جلدتهم أبناء المحافظات اللي قالوا إحنا منها يتهموهم ان هم دواعش وخلايا نائمه وبعثيه وصداميه وديدمرون البلد وابناء السفارات والجوكريه هم دا يتهمون ابناء المحافظات اللي هم منها فمو غريب يتهمون احنا يتهمون غيرنا انه احنا نفس الفريق لكن راح نظل نفضح هؤلاء ونكشفهم ونعريهم ان شاء الله خلينا ننتقل الى موضوع ثاني عدد من المراقبين اجمعوا على أن الحكومة اللي ترفع شعار الخدمات أثبتت فشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطن العراقي وأكدوا أن هاي الحكومة حكومة محمد الشيع السوداني حكومة الإطار التنسيقي عجزت عن توفير الخدمات الأساسية إلى المواطنين بكل أشكالها وأشاروا إلى أن محافظات أغلب المحافظات العراقية لا تزال تعاني من تردي الخدمات والواقع المعيشي السيء بالرغم من الوعود المتكررة أمام وسائل الإعلام على تحسين الخدمات طبعا في ذات السياق طالب أحد المواطنين من محافظة النجف طالب الجهات الحكومية بضرورة الإسراع لإيجاد الحلول الممكنة من أجل معالجة نفق المختار بسبب ظهور مقاطع توثق زحف سور أو السور الخارجي من أحد جوانب النفق نحو 60 سنتيمترا الأمر اللي يشكل خطر
على أرواح المواطنين نتيجة توقع انهياره في أي لحظة. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام ونرجع ونكمل ويا حضراتكم. إلى السادة المسؤولين والنواب عن محافظة النجف الأشرف، عدة مرات ناشدنا على نفق المختار. نفق المختار زاحف عن مكانه الحقيقي ما يقارب 60 سنتيم، وكل ما جاي يكبر الزحف على صوب النفق على الداخل. يعني النفق جاي يزحف على هذا الجانب، يعني من يريد يوقع النفق يوقع المواطنين. احنا ليش ما نعالج النفق ومعالجة هاي الصبة قبل لا يسوي لنا كارثة بمحافظة النجف الأشرف؟ اخوان السادة المسؤولين النواب، مع العلم هذا قرب مكتب النائب احمد مجيد الشرماني اللي مخلي صورته على نفق المختار، يعني هذا قريب على احد اعضاء مجلس النواب اللي هو احمد مجيد الشرماني. اخواني الاعزاء، هذا النفق هذا مكانه الحقيقي، هذا من هاي المقرنصه الى هاي الصبه، هاي المسافه ما يقارب 75 سنتيم، فزاحف حتى التبليط هذا والبيوت اللي قريبه عليه كلها طاقه، هاي البيوت جاي تطق شوي شوي لان هاي الضغط مياه الامطار، هاي المنهول اللي موجوده ضغط مياه الامطار جاي يدفع على النفق على الصبه. هنا باوع هذا شلون؟ الساده المسؤولين النواب، هذا عندك هاي الصبه وهاي صبه ثانيه، شوف الاختلاف ايش قد بين هاي وهاي. فالجسر هذا إله وما ينهار على الداخل، إله وما ينهار على الداخل. طيب خلونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. عقيل يقول: لكم كل الحق ونحن معكم، ونطالب الحكومة بالتحرك على المناطق المحرومة من الخدمات مثل حي أم الهوى الجديدة والجمعية والمصطفى وأحياء في القضاء. طبعا الموضوع لأنه عن الخدمات فحنلاقي مجموعة من التعليقات عن مواضيع مختلفة. أحمد العلي يقول: العمل بس بمركز المحافظة وتاركين الأحياء حي أم الهوى صار لعشر سنوات، يوعدونا بعمل المجاري والتبليط علما بأن الحي طابوا ولا عمل به يذكر، أين المسؤولين؟ أيضا الموضوع يشمل محافظة كربلاء ومحافظات أخرى. جبريل يقول: دولة تغمرها الاختلاسات والسرقات، الحلول بسيطة والفساد واضح جدا. وعدنا أبو مصطفى يقول: مع الأسف الشديد وصلت إلى هاي المرحلة المزرية، أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. خلونا ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج مشاهدينا الكرام، واسم اليوم هو أنقذوا غزة من المجاعة، مطالبات عربية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالم من أجل إنقاذ قطاع غزة المحاصر من المجاعة في ظل الحصار المطبق من الكيان الصهيوني، في ظل إغلاق المعبر كذلك من الجانب المصري، وهذا الموضوع يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وأطلق الناشطون مثل ما قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي واسم أنقذوا غزة من المجاعة. أبو أنس يقول: يا أمة المليار، غزة تموت جوعا، أنقذوا غزة من المجاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا رب افتح لهم أبواب المدد والعون من كل مكان، وأرسل لهم الغوث يا كريم المن ويا عظيم الفضل. محمد يقول: الأنباء الواردة من غزة تقطع قلوبنا وتجعل اللقمة تغص في حلوقنا. كتب أحدهم أن أهلنا هناك يأكلون علف الحيوانات، أمة تعوم على بحار من الخيرات وجيوش جرارة لا تستطيع إدخال كسرة خبز لطفل جائع. أدهم يقول: الناس في قطاع غزة تتضور جوعا وعطشا، لا تتركوا غزة وحدها، فهي والله لا تستحق كل هذا الظلم. وهديل تقول: تخيلوهم أطفالكم، هل تقبلون لهم الجوع والبرد والمرض؟ أطفال غزة سيكبرون ويتذكرون كيف كان العالم يتفرج على مأساتهم.
بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.